تحية لكم مرة أخرى. هذه فقرة التحليل الفني الأسبوعية والتي نراقب فيها ما الذي يحدث في الأسواق. ضيفتنا في هذه الأثناء رنيم طرفة، محللة الأسواق العالمية في On Financial Markets. أهلا وسهلا رنيم، شكرا على الاستضافة. شكرا على وجودك. ودعينا نبدأ من أمريكا. إحنا سنعود للتداولات في هذه الجلسة، وشفنا أداء قوي لأسهم التكنولوجيا وتحديدا انفيديا التي تجاوزت حتى قيمتها السوقية أرامكو. فكيف ننظر إلى الناسداك ومستوياته المرتقبة؟ تمام. هلا بالنسبه للناسداك والعقود الاجله للناسداك والمؤشرات الامريكيه، مثل ما ذكرت كان في عنا ارتفاعات كبيره مع نهايه الاسبوع الماضي. بالنسبه للناسداك بالتحديد، اذا بدنا نطلع على الاتجاه العام المسيطر، اتجاه صاعد، اختراق مستويات ال 18370 سيدعم الاسعار لمستويات ال 18600 وبعدها لمناطق ال 19000. هذا السيناريو هو الوارد للناسداك. اي تراجع هو نوع من التصحيح بالقرب من مستويات ال 18080، واللي تعتبر مناطق دعم مهمة، تعتبر مناطق ارتداد بالتزامن مع المتوسطات المتحركة. وحتى لو شفنا كسر لهي المستويات، مناطق ال 18080، مناطق ال 17830 كمان تعتبر مناطق دعم مهمة كمان بالتزامن مع الخط السفلي للقناة الصاعدة. ولكن بشكل عام أي تراجع برجح يعني مناطق ال 18080 هي تعتبر مناطق دعم ومناطق ارتداد، والسيناريو الارتفاعات والتوجه نحو مستويات ال 18600 وبعدها لمستويات 19000 تعتبر واردة. يعني هي أساسا المناطق 18370 أول مرة المستويات الأولى بالنسبة للناسداك، فيعني مو بعيدة عن 19000. خصوصا أنه العوامل الأساسية يعني بتدعم هذا الأمر وتدعم ارتفاعات الناسداك. طيب بالفعل نتحدث عن عوامل أساسية، فنحن لدينا الـ WTI، هناك تخفيضات إنتاج من أوبك، ونحن نتحدث أيضا عن عوامل أساسية، وهناك زيادات شاهدناها في النفط خلال الأسبوع الماضي والشهر حتى الماضي بشكل عام. إلى أين يتجه النفط خلال الفترة المقبلة؟ تمام. هلأ إذا بدنا نحكي يلي من الناحية الفنية بالنسبة لتحركات أسعار النفط، الحركة الأخيرة كانت جدا مهمة. كان في عنا من نهاية الأسبوع الماضي محاولة اختراق مستوى 79، كانت منطقة 79-25 مناطق مقاومة مهمة، حاول خام نايمكس اختبارها مرات عديدة. وأيضا خلال جلسة يوم الجمعة شفنا نجاح الأسعار باختراق هاي المستويات. نجاح الأسعار باختراق هاي المستويات على الفترة اليومية يعتبر شيء مهم وشيء إيجابي سيد عم مزيد من الارتفاعات، بالتزامن كمان مع الأخبار الإيجابية تخفيض الإمدادات. مع العلم أنه ما شفنا هذا الارتفاع الكبير بالوقت الحالي، ولكن الأسعار بشكل عام ضمن اتجاه صاعد. اختراق 79-25 يعتبر إيجابي، رح يدعم مزيد من الارتفاعات لمناطق 80 دولار و 80 سنت للبرميل، وبعدها رح نشوف توجه لهي المنطقة، منطقة 83 دولار 60 سنت للبرميل. وبنفس الوقت أي تراجع يعني هو تعتبر كمناطق ارتداد، عندنا مناطق 77 دولار 8 سنت للبرميل تعتبر. طيب. مناطق دعم ممتاز. الى الدولار على المدى المتوسط طبعا. طيب. نروح للدولار خلال هذه الجلسه وزوج اليورو دولار وحتى مؤشر الدولار بشكل عام. يبدو اننا مقبلين على تخفيض معدلات فائده في الفدرالي الامريكي، ولكن يبدو ايضا في المقابل انه المركزي الاوروبي ينتظر قليلا. في واقع هذه الاخبار والواقع الفني كيف يبدو؟ تمام. هلا اذا بدنا نحكي شوي من الناحيه الاساسيه بالنسبه لليورو دولار، كان في عندنا الاسبوع الماضي بيانات التضخم. بيانات التضخم عززت من احتماليه انه البنك المركزي الاوروبي يتاخر بتخفيض اسعار الفائده، ببدء بتخفيض اسعار الفائده. نحن كمان هذا الاسبوع ما ننسى بانه عم نستنى اجتماع البنك المركزي الاوروبي، اكيد رح يكون هلا المتوقع انه تثبيت اسعار الفائده. ما اي اشاره لمستقبل اسعار الفائده رح يكون لها اكيد اثر على تحركات اليورو على وجه التحديد. إذا بدنا نحكي على الحركة الأخيرة، نحن كنا شفنا عم نشوف الضغط البيعي والاتجاه الهابط نوعا ما، ولكن أيضا خلال الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار الأمريكي نجح اليورو بالارتفاع واختراق خط الاتجاه الهابط. الآن عندنا منطقة مقاومة مهمة عند مستويات 0.68، بعدها لمناطق 1.0900. اختراق هاي المستويات رح يدعم مزيد من الارتفاعات لمستويات 1.010. أنا مثل هذا السيناريو بالنسبة لتحركات اليورو القادمة بشوفه وارد. أيضا أي تراجع لمناطق 1.08 تعتبر مناطق دعم ومناطق ارتداد. إذن من الدولار أو اليورو دولار إلى الذهب،
ذهب احنا شايفينه بيتألق في ظل التراجعات التي نشهدها على الدولار، او حتى المستثمرين ربما بيقيموا تخفيض الفايدة قبل ما تنخفض بالفعل. كيف ينعكس ذلك على مستويات الذهب؟ تمام، هلا اذا بدنا نحكي على الاتجاه العام المسيطر بالنسبه لتحركات اسعار الذهب، هو اتجاه صاعد على المدى البعيد باللون الاخضر. الشاب ما تزعل، هي الاتجاه الصاعد. كان في عندنا تراجعات وضغط بيعي بعد محاوله اختبار ال 2100، ولكن اذا بدنا نجي على الحركه الاخيره بالتحديد والارتفاعات هي والاختراق اللي صار يوم الجمعه خلال الاسبوع الماضي، ارتفاع باكثر من 50 دولار بالنسبه لتحركات اسعار الذهب وعوده لمستويات ال 2088. هلا الاسعار عند منطقه مقاومه عند ال 2088، اختراق هي المستويات رح يدعم مزيد من الارتفاعات، رح نشوف توجه لمناطق ال 2100 وايضا مناطق ال 2020 تعتبر مناطق مقاومه مهمه. اي تراجع وتعتبر على المدى المتوسط منطقه دعم مهمه هي ال 2045 بالتزامن كمان مع المتوسطات المتحركه وخط الاتجاه الهابط، تعتبر مناطق ارتداد بغايه الاهميه ولازم مراقبتها هي مستويات ال 2045. يعني اتوقع سيناريو نوع من التصحيح الان بعد الارتفاعات القويه لل 2045 وبعدها الاسعار ترتفع. الذهب الرقمي بقى نجم التداولات خلال هذه الفترة، بيتكوين صحيح تألق كبير 65 ألف دولار، شايفين مستويات يعني حتى ال 64 ألف دولار مش لاحقين، من كتر مش لاحقين نحدث الأرقام من كتر ما أنه بيصعد بشكل كبير. كيف تبدو المستويات؟ نحن نتحدث هنا عن مستويات تقريبا هي الأعلى من نوفمبر 2021، تاني أعلى مستوى البيتكوين في تاريخه. نعم، هلا بالنسبه للبيتكوين اتجاه صاعد. كان عندنا مناطق ال 48 الف هون بالقرب من هاي المستويات الاختراقي اللي صار، هذا عطى اذا بدنا نحكي من الناحيه الايجابيه عطى مزيد من الايجابيه للبيتكوين لنشهد هاي الارتفاعات. وقتها ذكرنا يعني اختراق هاي المستويات رح يكون بغايه الايجابيه ورح نشوف ارتفاع للقمه 2021 اللي هي 69 دولار للبيتكوين. هلا بالنسبه لشمعه اليوم، طبعا هاي الارقام الصباحيه الان تم تعديلها، اخترق صار في عندنا اختراق لمستويات ال 65، الان الاسعار عند مستويات ال 65 و500، اختراق هي المستويات رح يدعم مزيد من الارتفاعات لقمه 2021 69. اي تراجع منطقه ال 61 منطقه ال 58 هي مناطق دعم ومناطق ارتداد كمان لازم مراقبتها، الاسعار ممكن رح ترجع تشهد ارتفاع عند هي المستويات. بتسالني على المدى المتوسط هل في ممكن نشوف اختراق لمنطقه ال 69؟ وارد اختراق ال 69 ممكن يدفع الاسعار لمستويات ال 77 دولار ليال 77 ألف دولار على المدى المتوسط. خلينا على المدى المتوسط. طيب بس هو سؤال، يعني هذه الارتفاعات القوية قد نرى بعدها عمليات ربما من البيوع جني الأرباح، لأنه في الآخر 65 ألف دولار يعني. نعم، هي اساسا مناطق هلا اذا بدنا نحكي على 65، اي تصحيح وتراجع مثل ما قلت لك عندك ال 61 تعتبر منطقه دعم ومنطقه ال 58، ولكن اذا انا بدي اكون ادق وعلى المدى المتوسط، هلا اذا كف البيتكوين كفت بالارتفاعات وانا برجح هذا السيناريو ونشوف مقاومه ال 69 ألف، هل ممكن يصير في اختراق لل 69 ألف؟ خلينا نشوف كيف الحركه بتكون عندها، بس اتوقع يعني السيناريو الاكبر نوع من التصحيح عند هاي المستويات وبعدها الاسعار تكفي ارتفاع لمناطق 77. هاي نظرتي الفنيه. اشكرك شكرا جزيلا نيم طرفه، وانت المحلله للاسواق العالميه في ون فاينانشال ماركتس. شكرا كريم. إذن وشكر موصول لحضرتكم على طيب المتابعة. نذكر دوما بأن التحليلات الفنية هي مسؤولية المحلل وليس لدى سي ام بي سي عربية أي مسؤولية عن اتخاذ قرارات بشأن هذه التحليلات. شكرا لكم على طيب المتابعة، نهاية فقرة التحليل الفني.